تعالوا نروح لحق عرب. وحق عرب طبعا يعني بطلته دينا فؤاد أصبحت متصدرة الترند بتاع تويتر سابقا اكس حاليا، لأنه كل الناس بتكتب على تألقها في أدائها في مسلسل حق عرب. خلينا ناخد معانا على التليفون المتألقة دوما دينا فؤاد. ازيك يا دينا؟ ورمضان كريم. يا يوسف كل سنة وانت طيب، ورمضان كريم على الشعب المصري والأمة الإسلامية يا رب. دينا، انت دايما بتدلنا أمل انه المذيعين ممكن يبقوا ممثلين شطار في يوم من الأيام. يا انت بترجع لورا قوي يا يوسف. لا ده يدوب من 3 سنين، ما تقوليش فيش كلام من ده. انا اخر لقاء كان معاك كان في 2014، كنا في اون تي في سنة 14. صح، كان في الصياد. بعد الصياد على طول. صح صح جدا 100%. احكي لي، على هل كنت متوقعة انه ادائك ما شاء الله تاتش وود انه يصل لمرحلة ان انت ترند على اكس او تويتر سابقا يوم واثنين وثلاثة؟ بصراحة لا، بأمانة الله لا. يعني انا كنت بجتهد، وما بدأت اشتغل وانا بقرا الدور صعب، وانا بشتغل المشاهد الدراميه المشاهد صعبه. فانا بقيت عماله اجتهد على قد ما اقدر، لان الموضوع بقى بالنسبه لي يا هتعمليها حلوه قوي يا هتبقي بدل ما مصر كلها الحمد لله او نقول 90% من الناس بتقول عليا هايله، 90% من الناس هتشتمني وهتبهدلني على الاداء الوحش، لان المشاهد لو ما اتعملتش بشكل حلو قوي هتبقى وحشه قوي وهتبقى شكلها فيك قوي. فانا عملت كل اللي اقدر عليه، كان عندي اصرار غير طبيعي ان انا انجح بالدور ده. لكن ردود الافعال اللي شفتها لا، يعني بصراحه ما كنتش متوقعه ان للدرجه دي. يعني عايزه انجح، بس ده نجاح مختلف، يعني نجاح بشكل مختلف خالص على اللي انا شفته قبل كده. طيب انا عايز تفكريني باسم مسلسل انت عملتيه كنت طالعه فيه بدور زوجه قررت انها تخاوي الجن. انا مش فاكر اسم المسلسل. جمال الحريم ده برضو من الادوار الصعبه بس جدا كده. علشان ده حته الدور تستاهلي عليه الف سقفه. الله يخليك يا رب. بجد يعني انت بتتكلم، لان هو فعلا كان دور صعب قوي واشتغلت على نفسي فيه قوي، بس هو كان اوف سيزون فما نجحش نجاح او ما تشافش بالشكل القوي. ما خدش كفايته. ما خدش كفايته. لكن انا بلاقي ناس كتير قوي لما تطلع تقول لك دينا فؤاد يا جماعه عامله دور هايل بتنافس بيه دورها في جمال الحريم. يعني صح، دايما يرجعوا لجمال الحريم. صح، انا اتفق جدا، لانه كان ادائك في جمال الحريم مذهل، وانا اظنه كان اداء واقعي جدا وما فيهوش اي افوره على الاطلاق. انا دايما كنت ملبوسه بجد بجد. لا بعد الشهر انا عايز اقول لك انا من الناس اللي ما بتخافش من حكايه العفاريت والجن وبتاع. لا انا عادي، يعني انا لو طلع لي عفريت هبخ في وشه، بس انا فعلا قلقت وانا بتفرج، وده جد مش هزار. جالي مره المنتج الفني للمسلسل بتاع جمال الحريم فتحي اسماعيل، لقيته بيقول لي دينا رجاله تشنبات في المونتاج بيتخضوا منك. فقلت له لا بجد، قال لي والله العظيم بيتخضوا، ما بتطلعي بيتخضوا. قلت له طب الحمد لله ان انا مقنعه، لان برضو صح النوعيه دي من الادوار يا تضحك الناس وتقلب كوميدي، مزبوط. يا يعني يبقى رد فعلها زي ما يقنعك جدا وتقلق بجد، يا اما هناخدك بقى تريقه رايح جاي بقى. والمصريين ما يتوصوش. طبعا ما يتوصوش. احنا اصلا لما بلاقيش حاجه نتريق عليها بنتريق على نفسنا. احنا ورانا ايه؟ احنا اخر روقان. دينا كل سنه طيبه ورمضان كريم، وربنا يوفقك كمان وكمان اكتر من كده مليون مره. كل الشكر لزميلتنا السابقه باعتبارها كانت مذيعه زميله زمان معانا قريب بلاش زمان دي، وطبعا الفنانه والنجمه المتالقه دينا فؤاد.